النتائج الإيجابية يدخل فريق سريع غيليزان مباراته أمام شبيبة سكيكدا بملعب 20 أوت لحساب الجولة 32 من الرابطة المحترفة الأولى باحثا عن النقاط الثلاث أمام فريق جل لاعبيه من الفريق الرديف. الضيوف وبهجمة محكمة كرة غربي يبعدها الدفاع. رد أصحاب الأرض جاء عن طريق هاته الهجمة المرتدة وتسديدة بن رابح غابت عنها القوة. توالت هجمات شبيبة سكيكدا وتسديدة بن رابح تألق معها الحارس زيدي. الدقيقة 40 ركنية منفذة بإحكام ورأسية شادلي تعلن عن الهدف الأول لسريع غيليزان. بعدها بدقيقتين خطأ من دفاع شبيبة سكيكدا وبركات فوت فرصة الهدف الثاني. الشوط الثاني من المباراة شبيبة وعن طريق لاعبها جاب الله كادت أن تعدل النتيجة لولا تألق الحارس زيدي، ليأتي رد السريع سريعا عن طريق صقر الذي لم يضيع أمام الحارس الشبيرة موقعا على الهدف الثاني لفريقه بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني. رد الشبيبة لم يكن فعالا ومخالفة لوسيف بين أحضان الحارس. خطأ من القائد أوكال من جانب شبيبة سكيكدا واللاعب بالغ لم يحسن استغلال الفرصة. باقي أطوار اللقاء لم تشهد الكثير من اللقطات ما عدا تسديدة اللاعب بن رابح وكرة لوسيف من جانب شبيبة سكيكدا والتي ردها الحارس زيدي. ليعلن الحكم نجيب مزياني نهاية